نتابع معكم وحسن صار موجود معنا بالاستوديو وما بدها هالقد. نعرف قديش أهمية إنه كل واحد منا يكون عنده وظيفة ويكون عنده شغل والله لا يقطع برزقة حدا، بس نعرف قديش في وقت مناسب أوقات لأشخاص أكثر من غيرهم إنه يكون عندهم فترة مناسبة لحتى يقدروا يبحثوا عن عمل، وحتى في أشخاص بيكونوا وصلوا لمرحلة بعملهم بدهم يبلشوا يفكروا بالاستقالة من عملهم. هذا الموضوع رح يخبرنا اليوم عنه حسن ويحاول أكيد يخبرنا بكل هالمواقف كيف واحد بده يتعامل معها. حسون صباح الخير. صباح النور. اشتقنا لك. اي والله لونج تايم، انا اشتقت لكم، اشتقت للمشاهدين. بونجور. ما هيك كلهم هن كمان مشتاقين لك. اليوم موضوع كثير مهم عن صحيح. جد موضوع العمل بظل الظروف الصعبه وكمان ازدياد نسبه البطاله كمان بلبنان وحتى بالوطن العربي، عم نشوف قديش فعلا في صعوبه كثير كبيره لحتى الشخص يلاقي وظيفه. بتخرجوا من الجامعه بخلصوا بلشوا بيلاقوا انه هون صعوبه هون صعوبه هون، يلاقوا انه واحد يقدر يحس انه ممكن يلاقي شيء بيناسبه او بيلاقي شيء انه بس بجرب يقطع فيه وقت عبال ما يرجع يفتش على الشيء الثاني المناسب، وبعدين بنحكي بالمقابل على وقت الاستقاله. مزبوط. هلا سوق العمل منه كثير عاطل بالبلد، يعني سوق العمل عاطل للناس اللي منهم كثير كواليفايد. الناس الكواليفايد دائما مطلوبين والناس عم تركض وراهم لحتى يجوا يشتغلوا معهم، بس عم بيطلبوهم برا اكثر او هن دغري عم. لا والله بلبنان حتى في شغل بلبنان if you are qualified، اذا عندك الخبره المناسبه والعلم المناسب في شغل للعالم. في بعض الشغلات مثل الهندسه وهو اللي يخصهم بالعمار وبالكونستراكشن واقفين شوي، بس كل شيء باقي ماشي الحمد لله. بس كمان حرام يعني كمان لليد العامله كمان هذا الشيء عم بيكون كمان صحيح. في صعوبه كثير كبيره حتى الاشخاص اللي عاملين امور مهنيه وتقنيه يعني كمان غير الشهادات العاليه كمان عم بيكون عندهم صعوبه كثير للحصول على عمل. مزبوط. ايه. مزبوط. هلا اليوم موضوعنا امتى لازم تفكري تتركي شغلك؟ اللي هو مختلف شوي عن بدك مرة جاي ان شاء الله بنحكي عن هذا الموضوع، بس لا بس اكيد بدنا نحكي يعني اذا بنلحق نحكي عن اثنين بيكون عظيم. فاين. بس ايه. انا بدي احط شو هن الساينز اللي بتخليكي تفكري تتركي الشغل، لانه هيدا لانه اليوم انا عندي ورك لايف بالانس، انا اليوم اذا شغلي عم بأثر على حياتي وعلى نفسيتي مع عائلتي ومع وعلى صحتي صح. المفروض بلش فكر انه اترك هذا الشغل وروح على محل تاني. مزبوط. شو هن الاشياء اللي بخلوك تتركي شغلك بنظرك؟ اذا انت اول شغله بتخليك تتركي شغلك او تفكري تتركي شغلك شو هي؟ هلا نحن بشغلنا طبيعه شغلنا كمان كثير مختلفه، يمكن نحن اول مردود لنا هو محبه الناس. صحيح. هذا اول مردود لنا. مزبوط. بس بالدرجه الاولى نحن اكيد شخص مثلي مثلا انا ما بيقدر يعيش الا بجو مريح مثل الجو اللي نحن عايشين فيه. نحن عائله من 25 سنه، سو انا شخص ما في يعيش الا بجو مريح، هذا جو الشحن وبخ السم والمنافسه واللي ناطر الثاني على الكوع، هيدا ما بينفع، انا ما بقدر كفي فيه، هذا ما فيني اعيش فيه ولا لحظه، وهيدا اللي خليني استمر كل هالسنين اكيد بهالمحطه اللي انا بحبها وبشعر انه كل شخص منهم هو عائلتي فعلا، كل الاشخاص اللي بيشتغلوا وانا معي. ما لي زمان هون وحسيت حالي بالعائله. ما هيك، وهيدا الشيء اللي وهيدا الشيء اللي بيبسطنا وهيدا الشيء اللي بشوفه. الحمد لله. والمردود الثاني اكيد الكبير اللي بيكون لي واللي بخليني كمان كفي بهيك عمل، لانه ما في شك انه كل واحد منا طموح وانا كثير طموحه وبطمح لاعمل كثير اشياء، وبالمقابل هيك بصير واحد بيعمل اشياء ثانيه جانبيه بيعطي خبراته للاخرين بيصير بدرب. بس كمان بالنسبه لإلي المردود فعلا المعنوي الكبير هو محبه الناس. محبه الناس، لانه هيدا الشيء لا تقدر بثمن. محبه الناس اللي هي انا بسميها ابريشيشن، تقدير، انه شغلي عم يتقدر ان كان من المدير تبعولي ولا من الكاستمرز الكلاينتس هن المشاهدين. صحيح. اول ريزن اللي بتخلي الناس تترك شغلها هي لاك اوف ابريشيشن. مزبوط. لما مزبوط. انا احس حالي انه شغلي منه مقدر، ما حدا مقدرني، ما حدا عم بيقول لي يعطيك العافيه. سو هاي وحده. اثنين، لما يكون في المدير المباشر تبعي قليل اخلاق. يعني lack of respect and bad treatment، لما مديري دائما بقلل اخلاق، بسب، بيستعمل كلمات نابيه، بعملني بازدراء خاصه قدام الزملاء الباقيين كمان قدام الزملاء ولا بيني وبينه. مزبوط. يعني مزبوط. انا اليوم كرامتي بدها تكون محفوظه، الواحد لما تنهين كرامته بالشغل منشان يقبض 1000 و1005 و2000 وات ايفر، ان شاء الله يكون يقبض 10000 دولار. مزبوط. بيرجع على بيته مكهرب. أكيد. يعني ببيته هو رب المنزل وبالشغل عم بيتبهدل، بيجي بصير عنده امراض، بصير عنده ستريس، بصير عنده وجع راس، بصير بطل يقدر ينام. صحيح. في ناس صرع لهم هيدا الشيء الابيض بايديهم، ما بعرف شو بسموه، هيك بيطلع طفحات بيض بالايدين من ورا ستريس. إيه؟ انا لما بدي اوصل هالمرحله لا ببلش فتش على شغل ثاني. بس انا نصيحه لكل العالم، ما تترك شغلك قبل ما تبلش تفتش على شغل ثاني وتلاقي شغل ثاني. فعلا هيدي نصيحه كثير مهمه حسن، يعني واحد عن جد يضل ماسك بالشيء اللي هو عنده اياه
على بال ما يلاقي شيء ثاني، لانه ما يخاطر خاصه بهالايام. انا مع المخاطره، ولكن بدي احسبها باوقات، بدي احسبها لازم يكون في مخاطره. أي. يعني انا ببلش كون اكتفلي سيرشينج فور انذر جوب، عم فتش على شغل بقوه وعم بحط سيفياتي بكل المحلات وعم بعمل عم بحكي مع عالم للاقي شغل ثاني، انتل اي فايند انذر جوب، للاقي شغل ثاني بروح. صح. ما تستقيل قبل ما تلاقي الشغل الثاني، ولكن هول الامور لما تصير معك بالشغل لازم تترك شغلك. لما تكون الشركه ما بتعمل تريننج، يعني كل الوقت عم بيطلبوا منا اشياء وما بيهتموا بالديفلوبمنت تبعنا. صحيح صحيح. هذه وحده من الامور اللي بتخلي الناس يتركوا شغلهم كمان. لما يكون في ما في كارير باث بقى. لما يقول لي مديري هذا سقفك، انه انت شو مفكر حالك؟ ما نحن شركه صغيره، وين بدك تروح بعد اكثر من هيك؟ طب انا لما بعدني عمري 20 سنه و25 سنه و30 سنه، لما يقول لي مديري هيدا سقفك ما فيك توصل اكثر من هيك، ليه شو بعد بدي اقعد معه؟ معقول هلا هيدا اتساين يعني بيقتل طموحه للشخص. بس لما تقتلي لي طموحي قتلتيني. مزبوط. لانه انا صرت عم بجي على الشغل غصبا عن راسي، ما بقى بدي، ما بقى في موتيف، ما بقى في حافز لحتى أبداً. اجي على شغل ابدا. شغله بعد بدي اقولها، لما تحس انه الشركه بلشوا يطيروا المدراء الكبار عم بيطيروا المعاشات الكبيرة، عرف يوما ما انه حيصير دورك. سو قبل مزبوط. ما قبل ما تسكر الشركة هاي شو بتعملي؟ بتبلش تفتشي على شغل قبل ما تطير الشركة كلها وكلهم يكونوا عم يفتشوا على شغل. مزبوط. فلما تشوفي هيك ساينز ضروري نبلش نفتش على شغل محلات تانية. كمان اوقات لما في الصبح ونهار تنين ثلاثة أربعة خميس، ولا جماعة اللي بسبوا التنين والثلاثة والأربعة لما في الصبح وعم بسب التنين انه يي التنين اليوم عندي شغل. This is a sign انه انت اللي عم تعمليه ما بتحبيه. صحيح. او منك مبسوطة فيه. صحيح. طب انا حياتي كلها بعيشها مرة واحدة، ليش بدي اجبر حالي اعيش بمحل ماني مرتاح فيه؟ مزبوط. وبعدين نهار من سبعة يعني مهم كمان، يعني نهار التنين كمان اذا بضل كل واحد كل الوقت واحد بيكرهه يا اما بكب كل شيء عليه هي مشكله. نحن الحمد لله بطبيعه عملنا كمان في عنا شغله ايجابيه كمان اوقات. صحيح بنشتغل اوقات كثير بايام الويك اند سبت واحد لانه بنعمل روتيشن كلنا سوا، بس كمان يعني نحن كمان الاعياد كمان بنعمل روتيشن عليها. هيدا شيء بيغيرنا كمان عن غير ناس. في ناس لانه بس بينطروا لحتى يفرحوا وينبسطوا ويفشوا خلقهم، بس انه ما بينطروا، بس انه واو اجى الويك اند او واو اجت الفرصه. بس انا بروح على شغلي نهار انا اي لوك فورورد للتنين. يعني انا بنطر التنين ناطره لتشوف زبوناتي تعمل تريننج سبعودي. يعني يوم اللي بتصير تحب شغلك بتصير تروح الصبح على الشغل مبسوطه ومرتاحه ولوكينج فورورد تو، مش رايح اكل قتلي انه قوم على شغلك مثل بقوم على المدرسه الصبح. مزبوط. حتى في مدارس بخلوك تنبسطي تروح عليها، وفي مدارس بتقوم بقوم الولد مثل اللي اكل قتلي يلا مزبوط. قوم على شغلك على مدرستك. كمان بدي اقول اذا ما بخلوك تحكي بالشغل، يعني كل ما تعطي فكره هيدي ما شغلتك، ما تتدخل بامور ما بتعنيك، ما بخلوك تحكي، ما بخلوك تعطي افكار، ما بخلوك تكوني كرييتيف بالشغل، وانت عندك بوتنشل كثير كبير لتعطيه بشغلك. صحيح. وكل ما تعطي فكره بقولوا لك سوري هيدي ما شغلتك، سكروا عليها. هون انا لما احس حالي صرت اكبر بكثير من شركتي، انه انا عندي طاقات اكبر بكثير من اللي عم بعمله، شو بعدك عم تعمل هون؟ eventually انت اذا بتروح على محل تاني فيك تلمع، فيك تلمع، فيك تكون ستار. ليش بدي يكون بمحل عم بيحطوني وما عم بخلوني اتنفس؟ صحيح. لانه عن جد بيكون في اشخاص كثير كمان محيطين بيكونوا بخافوا من قدرات الشخص الاخر. صحيح. بيكون عم بشوفوا فعلا في قدره كبيره بالشخص اللي مقابلهم، بصيروا بخافوا على حالهم وببلشوا بسكروا عليه البواب. باب بيفتح باب بسكر باب، بكسروا لهم قذيفه على الشباب. فعلا هيدي هي يعني كثير مهمه، بصيروا كل البواب خلص بسكروه عليه انه ما في مجال خلص، وبحس حاله انه خلص وصل لنقطه انه عن جد ما قادر يتخطاها وهو عنده أنا. طاقه. شو بعمل هون؟ بلش فتش على شغل ثاني. بس دائما مثل ما قلنا ما بنضبك لكيشنا الا ما نلاقي شيء. طبعا البديل. طبعا طبعا لما كمان بحس انه عم بصير في ميتينجز من دون ما انا اكون انفولد، يعني كل الميتينجز عم بصيروا انا ما عارفين شيء، اخر من يعلم دائما بالشركه، هدول ساينز انه يور نوت وانتد اني مور، انه انت ما بقى بدهم اياكي. او بيجي بقول لك مديرك حضري لي الجوب ديسكريبشن، انت شو بتعملي؟ خبريني انت شو بتعملي؟ هلا صار لي 10 سنين بالشركه، بدك اياني هلا خبرك شو بعمل؟ اذا هلا بدك اياني خبرك شو بعمل ذاتس ا ساين، انت كان يعني يا بدك تجيب حدا بديل يا بتقول لي انه انت ما بقى لك عازه بالشركه. سو خبرني اياها بلونتلي وقول لي انه انا بعد من هون لثلاث اشهر عم فكر شيلك، بكون احسن بكثير. صحيح. كمان لما يكون الشركه فيها كثير توكسيك، فيها كثير سموم، يلي بفوت على الشركه المديره قلب خلقته مسم بيحكي نيجاتيف كل الوقت، ما شايف الا النيجاتيف اللي فينا، عنده عقد زملائك عم يتقفقفوا، اذا رحت نهار تريننج بيطلعوا فيك هيك وانه اف
وين كنت كل النهار عم تعملي تريننج؟ عم بعمل تريننج، ما تركتينا وتركي الشغل علينا، عينه ضيقه في اذا عملتي شيء منيح واخذتي ابريشيشن كل العالم بتصير ضدك. لما يكون عندي توكسيك انفايرمنت شو بعدني عم بعمل هنيك؟ هيدا بيقتل هيدا. شو بعدني عم بعمل هنيك؟ وفي كثير منهم هدول الناس. صحيح. كمان لما بطل في ورك لايف بالانس، يعني اليوم باوروبا ممنوع تتصلي بالموظف بعد دوام العمل. صحيح صحيح. ممنوع تبعتي او بالاجازات او بال ممنوع تبعتي له ايميل. انا ايميل ممنوع. هلا اليوم بيبعثوا لك بلبنان ايميل الساعه 11 بالليل، ثاني يوم مديرك بيقول لك ليه ما رديت علي يا اخي؟ هذا اليوم مش دوام عمل، انا هلا وقت راحتي، وقتي مع عائلتي، وقتي نايم يا اخي، شو خصك فيه؟ نحن اكثر من هيك، رايح فاكيشن شهر عسل ولا مع عائلته، بيبعث له بيتلفن له بيقول له وين هيدي الورقه يا اخي؟ طب اتركني انا بعد اربع ايام راجع. مزبوط. ضروري تسم لي بدني ديورينج فاكيشن. هول التوكسيك بيبول ما حد غيريهم. صحيح. هدول ما بيقدروا الاشخاص ولا بيقدروا فعلا قيمه هالامور. ليف ذم، تتركهم. ليف ذم وخليهم يتعلموا. انه وصراحه اليوم الشركات المفروض يفكروا يشيلوا هول الناس التوكسيك، لانه عم بيصير في تيرن اوفر كثير عالي. في شركه، في ديبارتمنت بيجي عليها شخص بيقعد شهر بفل، شخص ثاني شهر وبفل. طب المشكله مش من الاشخاص. مزبوط. بيقولوا لي هيدا الجيل ما بضاين معنا اخي. مش هالجيل ما بضاين معك، انت ما عم بتخلي حدا يضاين معك. مزبوط. مش جاهزين لحتى يكونوا منفتحين لاستقبالهم لهالاشخاص. صحيح. بحسوا حالهم خلص طموحهم عم بيسكر قدامهم، بيقولوا لا نحن ما بدنا بقى. وانت ما بتفكر، انا بفكر عنك، انت ما بتقرر، انا بقرر عنك. يعني هول كثير امور عم بتصير والعالم عم بطنشوا لانه اهلهم عم بيقولوا لهم معلي تحمل اصبر ما في شغل بالبلد. مش صحيح انه ما في شغل بالبلد، في شغل بالبلد. بس منك ضروري تكون انت تعيس بشغلك لحتى تكون عم تطلع مصاري. فيك تكون سعيد وعم تطلع مصاري، وتطلع مصاري اكثر بكثير اذا كنت سعيد بالمحل اللي انت عم تعمله. كمان وين في ساينز لما انا بدي اترك شغلي؟ اليوم اذا تلفن لي هيد هانتر، تلفن لي ريكروتمنت ايجنسي، قالوا لي في اوبورتونيتي لك سمور ايلس، ما تقول لا. انا ما عم بقول روح اترك، لكن شوف الاوبورتونيتيز، درسها لهالفرصة، شوف حالك بالسوق قديش بتسوى، قديش حقك بالسوق يا اخي. اذا اجاك اوبورتونيتي ما ضروري تاخذها، خلي ذس والبوست يور سيلف استيم. مزبوط. انا بعرف حالي والله بالسوق اليوم مطلوب، عم بيطلبوني الشركه الفلانيه طلبتني، الشركه الفلانيه طلبتني، ساعتها انا نظرتي لنفسي بتختلف. صحيح. ولو بدي ضلني بشغلي. مزبوط. ثقه النفس بتصير اعلى بكثير. لا لا، الثقه بالنفس والسلف استيم يعني تقدير الذات، تقديرك لحالك، تقدير الذات. انه لا انا مطلوب لما تكوني مطلوبه بسوق العمل صار فيك تفرضي على شغلك انه انا بدي واحد اثنين ثلاثه، وتاخذي اللي بدك اياه، واذا ما اخذت اللي بدك اياه I have my plan B. I will leave. مزبوط مزبوط. هيدا كثير كثير مهم فعلا الواحد يكون عم يدرس الخطط كمان الاساسيه، لانه لما واحد بده يرسم كمان هيك مثل ما بيقولوا وجهه الحياه اللي بده يمشي فيها، كثير مهم كمان لما بيحط قدامه الخطوات اللي بده يحققها والانجازات. صحيح. اللي بده اياها يعني. صحيح. حتى يضل حاططهم قدامه، ما بحياته يفكر انه لا مش رح يوصلوا، هدول رح يضلهم احلام. لا، في واحد اكيد اذا بيعطي مزبوط كثير ممكن يحقق كثير من الامور اللي هو بيطمح لها، وما يحطها بس بخانه الاحلام. لا، فعلا في اشياء اذا هو عليه ما ينطر اشياء، اذا حدا ثاني عم بيعطيه وعود بعيده وقصص مسؤولين وهيك ما ينطرهم، بس عم نحكي اذا شخص هو فعلا حط براسه اكيد كل هالامور اللي بيكون كل وقت بفكر فيها انه هيدي حلم ونوي تتحقق، لا بتتحقق اذا اشتغل عليها. اذا بده يحقق شغله بحقق الانسان، يحط هدف براسه وبحققه. هلا بما انه كمان حكيت على قصه الاستقاله، انا في شغله ما لها علاقه بالاستقاله بس لها علاقه بسن التقاعد. نعم. انا هيدي كثير كمان عن جد دائما بفكر فيها، انه سن التقاعد على 64 كثير عمر صغير فعلا. هذا الشيء اوقات مؤسف، بتشوف بعض الشركات انه خلص في مرحله، انا في شركات ما بيعتبروا هذا الموضوع. صح. لا، بس في كثير شركات بيعتبروا انه بلا 64 خلص صار سن التقاعد. 64 يعني بعده شاب اسم الله، يعني بيكون قادر يعمل كثير بعد، بضلهم ل 80 فيهم يشتغلوا في بامريكا. وهذا شيء كثير مشحف يعني بحق كثير اشخاص. بامريكا انحل الموضوع. مزبوط. بامريكا ما في، ممنوع تحطي العمر تبعك على السي في. اليوم للاسف بلبنان نحن بيجينا طلبات بدي واحد عمره بين 30 وال 40. طب هي 41 41 شو شو بضرك ال 41؟ كسر السنه شو هم شو بصير يعني ال 45 شو بضرك؟ انت شو بدك؟ بدك عمر ولا بدك performance؟ ولا بدك كفاءه؟ عم نفكر بالاعمار وي ليميتنج اور سيلفز باشياء عم بتخلينا ما نستخدم الاشخاص بطريقه مناسبه. مزبوط. اليوم بنسال اسئله نحن بالانترفيوز ممنوع تنسال برا. بنسال وحده ناويه تتجوزي بالقريب العاجل؟ اخي شو خصك؟ انت بدك توظفني ولا بدك تشوف اذا بدي اتجوز ولا لا؟ مزبوط. ناويين تجيب اولاد؟ هدول كلهم
ليميتيشنز من اول ما انسال انا سؤال. هيدي حياته للواحد الشخصيه بالنهايه، ما هو مثل ما قال بده يعمل ميزان. صحيح. شو حياته بده يكرسها كلها لعمله؟ خوفانين اذا حبلت حتاخذ الجست الامومي للماترنتي ليف. ما بدي انا اوظف وحده بتاخذ لي 4 اشهر. منيح لي على القليل صاروا يعطوا شوي فتره اطول لفتره الامومه. يعني قبل انه تخيل 40 يوم كانت انه شو بتلحق تعمل الست ب 40 يوم. مزبوط. اليوم باوروبا في شيء اسمه بارنتال ليف. بارنتال ليف هي سنه سنه مدفوعه. يا للبي يا للام. يعني في 6 اشهر البي 6 اشهر الام. في 12 شهر الام، في 11 شهر الام شهر البي. نحن اليوم اذا بجيب ولد الانسان البي ما له حق بنهار. صحيح. نهار واحد يروح يشوف مرته عم بتولد ما له حق فيها. سو في شركات كمان نهار واحد ما له لا ما له حق. انا بدك تاخذيها ان اوفيشال تقولي لمديرك انه مرتي عم بتولد ولازم روح شوفها. بس ما في بالحاله يروح روح تروح على حسابك. عن جد هيدي شغله كثير مشحفه بحق البي. يعني عن جد. صحيح صحيح. في شغل كثير لازم ينعمل على صعيد الاتشار، على صعيد التشريع صراحه بالبلد. كثير. لازم نبلش نغير بهول الامور. بعد في شغله وحده لما تلاقي بس لانه وقتنا خلص حسن عم بسرعه بسرعه. في شيء بدك تقوله؟ لا خلص مرتي جاي مكمل نو بروبلم. كفيها قلبي تلحق تكفيها. اوكي. في لما تبلشي تحكي لرفقاتك عن شغلك انه شو عاطل وشو مش مبسوط ومديري مش منيح والشركه مش منيحه، هون اتس ا بيج ساين انه leave your job. leave your job. هيدي كثير. ومرتي الجاي بنكمل الباقي ان شاء الله. خلص لك يعني اسبوع الجاي نحن بانتظارك حسن. اكيد بحلقه جديده رح نتابع محطاتنا بعد دقائق. خليكن معنا.